سليمان بيه ابو عريضه المرشح على مقعد رئيس النادي الاسماعيلي. بعد ساعات يشرفني جدا ان يكون معايا على الهواء. سليمان بيه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين ومساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام. سليمان بيه، يمكن الجمعيه العموميه تتابعك الان وكل الاسماعيليه، يعني ماذا لدى حضرتك تحت عنوان اطلقناه قبل ساعات من الانتخابات، انقاذ النادي الاسماعيلي، وبصفه خاصه المشاكل الماليه اللي دايما بتعرقل انطلاق النادي الاسماعيلي؟ بص استاذ عبد الناصر ومشاهدينك الكرام وشاشتك المحترمه، لازم الاسماعيلي زي ما سمعت كده من برنامجك والكلام ده انا قلته في برنامجي الانتخابي وقلته في مؤتمراتي، محتاجين دعم مادي مباشر من المرشحين في الظرف اللي الاسماعيلي فيه حاليا. الافكار فعلا الافكار ممكن تبقى محترمه جدا، لكن الظرف اللي فيه الاسماعيلي لا، محتاجين دعم مادي مباشر وافكار محترمه تبقى قابله للتنفيذ، ولازم وفق امكانيات النادي وامكانيات مجلس الاداره تبدا تحلم، ما ينفعش حلم اكبر من امكانيات، لان الاسماعيلي في اخر 3 4 سنين نتيجه الظروف الماديه لو في امكانيات ماديه لا الاسماعيلي يبقى في حته ثانيه، ما خدش دوري يبقى وصيف، ما خدش دوري ياخد كاس، ما خدش يطلع رابع يلعب في البطولات الافريقيه. ايه اللي عمل في الاسماعيلي كده؟ عمل في الاسماعيلي كده في امكانيات ماديه مش موجوده، فمضطر ان المنظومه تنهار. ده رقم واحد. رقم اثنين، يبقى لازم عندك هيكله اداريه للنادي وتنميه موارد وكلام حقيقي. انا بالنسبه لي انا وقائمتي معايا الدكتور فرج عمران، الدكتور فرج عمران اشتغل 28 سنة في نادي قطر القطري، لسه جاي بقاله ما كملش سنة جاي القاهرة وشارك في كل المحافل الدولية للنادي وعمل شغل محترم جدا. فأنا والدكتور فرج والأستاذ علي عبادي معايا في أمانة الصندوق، لينا برنامج، لينا طموح، اللي عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى وستر ربنا علينا عندنا القدرة إن احنا يعني نضخ الأموال اللي تمشي النادي في الفترة في أول ست شهور في أول سنة في سبيل إن أنا أبدأ أهيكل النادي وأبدأ مواردي تبدأ تشتغل، يبقى الدنيا كده ارتاحت شوية. غير كده الكلام سهل جدا يا أستاذ عبد الناصر، لكن التنفيذ محتاج إمكانيات. طيب أنا هستوقف حضرتك دايما طبعا. بس إذا كان لديك أي كلام تفضل، لأن أنا يعني أترك لك المجال. أربع أسئلة، أولهم أنت حضرتك دلوقتي فاجأتنا أن حضرتك وقائمتك المحترمة الموقرة ستقدمون أموالا لنادي الإسماعيلي إذا كنت فهمت صح خلال الست الأشهر الأولى تحت مسمى الإنقاذ العاجل حتى أفكاركم تجد النور بعد الست شهور. هل هناك رقم معين ولا الموضوع مفتوح تحمل تكلفة الفريق وقطاع الناشئين كامل خلال الست شهور؟ أنا ما عنديش رفاهية الاختيار يا أستاذ عبد الناصر. أنا داخل على منظومة محتاجة مصاريف، هصرف، لازم أدعم ولازم أصرف ولازم أشتغل ست أشهر، سنة، ثلاث شهور، لغاية ما مواردك وإمكانياتك الفكرية وعلاقاتك سواء داخل مصر أو خارج مصر توظفها في خدمة الكيان. طب يا فندم اسال تاني، هل هناك رقم معين يعلن معلن؟ لا، اي رقم هيحتاجه النادي ان شاء الله، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ومجلس الاداره الاسامي اللي قلتها لحضرتك ان شاء الله هنوفرها بمشيئه الله سبحانه وتعالى. يعني الاسماعيلي لو احتاج منك بكره 100 مليون جنيه او 120 مليون جنيه تعاقدات والتزامات فورية، يعني أنا كنت في المؤتمر الصحفي للنادي الاتحاد السكندري، محمد بيم صلحي قال لك نحتاج ل 120 مليون جنيه منهم 35 عاجل مقدمات عقود، لو طلب منك هذا فورا من الكابتن إيهاب جلال والكابتن علي أبو جليش رئيس اللجنة الفنية ستوفره بعد الانتخابات مباشرة؟ لا، الرقم ده لا مش هقدر أوفر، لكن أوفر 30 ماشي 40 ماشي اللي أقدر أمشي بيه عشان ما اضحكش على نفسي ولا اضحك على الجمعيه. بالعكس، دي المصداقيه المحترمه. اذا تستطيع لا. ان توفر خلال الست شهور من خلال حضرتك مع الدكتور فرج عمران والمحترم السيد علي العبادي من 40 ل 50 مليون جنيه.
ان شاء الله اذا ربنا رضى انا قدام سيادتك قدام الجمهور ربنا سبحانه وتعالى شاهد علينا قبل اي حد ان شاء الله هنوفر الامكانيات دي. لماذا اخترت نائب رئيس الدكتور فرج عمران فقط مع الاستاذ علي العبادي امين صندوق وقفلت على كده ما كملتش ليه القايمه كاعضاء ولا لا يعنيك كلهم اخواتك واي حد يجي ممكن تشتغل معاه؟ لا الدكتور فرج يعني انا مختاره عشان امكانياته الفكريه رقم واحد، العلاقات اللي خارج مصر وداخل مصر رقم اثنين، انه اشتغل وايده في الشغل وصاحب تجربه حقيقيه مش تجربه نظريه. لا انا مش بسال لماذا اخترتهم، انا بقول ليه ما كملتش القايمه بتاعتي. ما كملتش القايمه بتاعتي لان في نقطتين لازم نفرق بينهم يا استاذ عبد الناصر. في معركه انتخابيه وفي معركه سياسيه. انا دلوقتي في معركه انتخابيه، اي حد هيجي من الساده الاعضاء من تحت السن لا ان شاء الله هنحتوي الوضع ونشتغل، لان لازم الترابيزه تبقى منسجمه ولازم الترابيزه تبقى هاديه والكلام يبقى اللي في الغرف ما يخرجش بره. لكن اي حد يجي بعد كده لا دول كلهم اخواتنا، وعلى فكره كل المترشحين من وجهه نظري سواء على الرئاسه او النيابه او امانه الصندوق او الاعضاء او اللي تحت السن كلهم ناس محترمين فعلا في الشغل الانتخابات، ناس محترمه فعلا. اي حد هيجي فعلا عايز يشتغل. وبعدين النادي الاسماعيلي النهارده ما عادش مغنم في الوقت الحالي، فاللي هيجي هيشتغل. طيب الاسئله بدات تجي لك بقى، يمكن جاي لك سؤالين هم من المتابعين لنا من الاسماعيليه. المبلغ الذي اعلنته من 40 ل 50 مليون جنيه خلال الست شهور الاولى، هل سيتم ايداعه في خزينه النادي ام على مراحل خلال فتره الست شهور؟ يعني لا على مراحل، على مراحل خلال فتره الست شهور. بالظبط. سؤال ثاني، الفكر اللي هتقدمه لتنمية الموارد بعد خلال الفترة اللي جاية، اللي هو الفكر الآجل اللي انت قلت لازم يكون معايا مبلغ آجل امشي بيه الدنيا وحددته من 40 ل 50 مليون، طب الفكر الآجل لتنمية الموارد؟ الفكر العاجل لتنمية الموارد ولا الآجل اللي ستتكلم؟ لا انت دلوقتي قلت عاجل ستقدم من 40 ل 50 مليون خلال 6 شهور، طيب الآجل أجندتك لتنمية الموارد وما لديك من أفكار؟ انا لازم يبقى في استثمار رياضي حقيقي في النادي الاسماعيلي. قطاع وفريق اول وانشطه والعاب فرديه. انا عندي ابطال في الالعاب الفرديه واخده بطولات افريقيه وابطال اولمبيه وما بيتمش استغلالهم او استثمارهم بشكل جيد بخلاف مجال كره القدم ونشاط كره القدم. ده واحد. اتنين، عشان استثمر في الكوره في كره القدم لازم يبقى عندي شركه استثماريه محترمه زي اللي معمولين في اوروبا، الشركات اللي في اوروبا واللي في الخليج. انا واخد الخليج واللي بيحصل في الخليج حاليا يعني زي ما بيقولوا نبراس قدامي نموذج نموذج طبعا. انت واخد بال سيادتك؟ وبيساعدني في الحته دي الدكتور فرج للامانه عشان ما ناخدش مجهود حد، لكن احنا بنشتغل بروح الفريق. في استثمارات ثانيه بقى من خلال محلات النادي والقضايا اللي على النادي، لازم في عندي قضايا كتير لو تم مراجعه القضايا دي بعقود محترمه لا هتلغي حاجات كتير جدا فهتبقى اعباء خفيت على النادي. عندي السور بتاع النادي، استغلال الاسم التجاري للنادي. انا في حاجات لما دخلت وبدات اعرف بعض المسائل الفنيه جوه والماليه والاداريه حاجات تصدم. طبعا ماليش ان انا اتكلم فيها في الوقت الحالي لان انا راجل مش مسؤول، وباكد لحضرتك ان شاء الله لو قدر لي ان انا ابقى موجود جوه مش هتكلم على حاجه تخص النادي الاسماعيلي من جوه ابدا، والاعلام دول اخواتنا على دماغنا، لكن هيبقى عندي متحدث رسمي هو اللي بيتعامل مع حضراتكم، ومش هتكلم لان هقفل ودني، لان التجربه الماضيه بتاعت المهندس يحيى الكومي ومجلسه اللي الناس حاولت على قد ما قدرت لكن التوفيق ما كانش موجود، كان من ضمن القضايا من ضمن الحاجات المهمه اللي عملت ازمه في المجلس ان ودنهم كان مع السوشيال ميديا. فلازم صح. لازم يبقى عندي شغل منضبط على اقل حاجه اول 6-7 شهور بعد اذن حضراتكم سيبونا بس نشتغل، وبنقدم تقرير شبه اسبوعي المتحدث بيقول. طيب حد عنده اي اسئله زي ما قلنا للمهندس نصر ابو الحسن يا جماعه عشان ندي كل واحد حقه؟ هو انت كده عامل صح انك بكل المرشحين بيعرضوا افكارهم. واضح يعني انه الاختلاف هنا
عند الاستاذ سليمان عن الاستاذ نصر ابو الحسن ان هو عنده مبدئيا دعم مباشر. يعني ان هو ده اللي محتاجه النادي دلوقتي. واعتقد برضو اي حد من المرشحين لازم يبقى عنده الاتجاه ده. يعني لغايه ما تعمل البرنامج بتاعك وتنفذه ويجيب نتيجه كابتن عصام مظبوط لازم يبقى انت عندك استعداد انت ومجلسك انكم تساهموا وتدفعوا يعني. صح. بس ما يبقاش الاعتماد على كده على طول لانه ما حدش هيقدر يعمل ده. صح. كابتن سليمان فبنتمنى التوفيق يعني. كابتن سليمان اثار حاجه كويسه قوي يا كابتن عبد الناصر. لو عايزين بس توجهوا له اسئله ونتناقش لو عايزين توجهوا له اسئله. مساء الخير يا كابتن كابتن سليمان. هو قفل معاك كابتن جمال. معانا سليمان بيع رضا ولا قفل؟ اهلا وسهلا. كابتن جمال سالم معاك. اتفضل يا كابتن جمال. حضرتك اثرت حاجه جميله جدا جدا جدا. لو مشيت في النادي الاسماعيلي خلال الفتره اللي جايه لمده من 4 لـ5 6 شهور بعد الميديا عن النادي واللعيبه في الفتره اللي انت حضرتك هتستلم فيها ايا كان مين هيمسك دي من عوامل النجاح لنادي الاسماعيلي الفتره اللي هتستلم فيها حضرتك. لا يا كابتن جمال ده عهد ووعد بيني وبين ربنا وبيني وبين اعضاء الجمعيه العموميه وفي برنامج الاستاذ عبد الناصر زيدان المحترم انا ماليش دعوه بالميديا. بس خلاص. لا كلمه ونص انا عندي متحدث رسمي اي حد الاعلاميين على دماغي من فوق. ما تخاصمهمش. الحرب لا مش مخاصمه لا. الاعلام بتقفل بكلمه. يا كابتن سليمان بس انا مش قصدي يا كابتن ما تخاصمش الاعلام برضو يعني. لا مش هتخاصم انت قصدك هتنظم لا. هتنظم عمليه التواصل بس ايوه عشان بس ما يبقاش ايه في هرجله في الشغل في الاول. لا لا ده صح. الاعلام قوه وصوته رابعه وقويه وبتحرك وبتساعد لما تتوجه صح يعني. بس وعندي متحدث عشان يبقى منضبط عشان حتى لما كل الانديه الكبيره في العالم لديها متحدثين رسميين والرؤساء بيخرجوا في اوقات معينه لا تتعدى المرتين في الموسم وهذا نشجعه بقوه يعني طبعا. او من خلال المؤتمرات الصحفيه. كابتن عصام سعيد برضه ليه سؤال اتفضل. كابتن سليمان ازي حضرتك؟ الله يخليك الله يخليك كابتن عصام. كل التوفيق لحضرتك طبعا ولكن حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا اتمنى ان هي تتم. نادي الاسماعيلي عايز حاجه عاجله دلوقتي. انت عندك الدوري بعد فتره قصيره فمحتاج فعلا ضخ اموال. اتمنى لو النقطه دي تمت هتحل مشكله كبيره جدا من مشاكل النادي الاسماعيلي اللي بيعاني فيها بقاله 3 سنين بالتحديد اللي هو الصراع على الهبوط. فاتمنى حته ضخ الاموال ودي اللي مهمه جدا. يمكن لسه كنت بكلم الكابتن عبد الناصر بقول له يمكن نادي الاتحاد من الانديه اللي كانت ماسكه نفسها السنه دي للحاج محمد مصلحي كان عنده برضو من النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي. فاتمنى ان هي تتم. النادي الاسماعيلي نادي كبير لو الامور الماليه اتحلت نادي الاسماعيلي لو قدر يحافظ على لعيبته اللي فاتت كلها في السنين كان زمانه بياخد كل البطولات دلوقتي. طبعا يا كابتن عصام انا بضم صوتي لصوتك وده صوت العقل وصوت المنطق. النادي الاسماعيلي في مرحله صعبه جدا يعني انا بقول في غرفه الانعاش لازم يتلحق لازم يتلحق بعد مشيئه ربنا سبحانه وتعالى. اكتر حاجه مباشره وسريعه ان انت تضخ اموال عشان تعرف تشتغل في الوقت الحالي على الاقل عشان تمشي دنيتك. هي دي اهم نقطه اتقالت النهارده اتمنى ان هي تتم وكل التوفيق ان شاء الله لحضرتك. في نقطة بس الأستاذ عبد الناصر ومشاهدينه الكرام يعني عايز أقولها قبل ما يعني أستأذنكم. اتفضل يا فندم. الكابتن علي أبو جريشة بالنسبة لي أنا سليمان أبو عريضة لو قدر لي إن أنا موجود خط أحمر. ولجنته المحترمة. الكابتن علي أبو جريشة لم يتم استثماره بشكل جيد إلى الآن في النادي الإسماعيلي. الكابتن علي أبو جريشة اسم كبير تاريخ تقريبا اسم الكابتن مرتبط بتاريخ النادي الاسماعيلي. بالنسبه لي خط احمر. واخر ما تبقى لنا ولا بد ان نحافظ على رموزنا. نعم. هو ويا ريت يعني ممكن كل الجيل بتاع الكابتن بص الاستفادات متفاوته ولكن هذا الجيل يتحط فوق الدماغ. لا طبعا وبعدين احنا داخلين على مئويه ولازم العالم كله يشوف النادي الاسماعيلي بتاريخه ومن ضمن السطور المضيئه في تاريخ النادي الاسماعيلي كابتن علي ابو جريشه المضيئه في تاريخ مصر المضيئه في تاريخ افريقيا.
اشكرك شكرا جزيلا الاخ العزيز سليمان ابو عريضه المرشح لانتخابات رئاسه النادي الاسماعيلي.